مشاهدي لو 360 الاعزاء في الجران فورما اللي غنستضيفوا فيه اليوم الاستاذ عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصاله والمعاصره. حوارنا اليوم غيشمل واحد عدد من المواضيع، منهم قضيه الصحراء المغربيه، الاوضاع الداخليه لحزب الاصاله والمعاصره، ثم الانتخابات المقبله ديال 2021. بقاو معنا تابعوا هذه الحلقه. مشاهدي 360 مرحبا بكم، يستضيفنا في بيته الأستاذ عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. مرحبا بك سي وهبي. عندنا واحد عدة أسئلة، غنبداوها بقضية ديال الكركارات وقدرة الجيش الملكي على تأمين هذه المنطقة. احنا بغينا تكلمنا على المسؤولية ديال الجزائر. ما أثار استغرابي هو أنه تصريح ديال أحدهم بإعلان الحرب من الأراضي الجزائرية، وهنا تأتي مسؤولية الدولة الجزائرية، لأنه لا يجوز أن تقبل دولة أن تعلن الدولة الجارة عليها أحد منها من على أراضي الحرب على المغرب، لأن ذلك يمس بالاحترام الواجب بين الدولتين الجارتين. وأنا أعتقد بأن المغرب ما زال يقول بضبط النفس، وأن الجزائر يجب أن تحترم القانون الدولي وأن تحترم أن هناك جارة لحد الآن تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الإنسانية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين. نعم، ندوزو للشأن الحزبي. تبين أنكم بدلتيو المقر ديال الحزب مؤخرا، حيتيو من السويسي ورجعتيو في قلب مدينة الرباط. لماذا هذا التحول؟ واش هو يعني رمزيا أنه تحول ديال الحزب اتجاه الماضي؟ إذا غادي تقرا رمزيا ممكن تقراه، ماشي إشكال بالنسبة لي ولا أراد عليك مانعا يعني. فقط الطريق اللي كان في طريق زعير، أولا هو مقر صغير، الحزب كبر حجمه من حيث الموظفين، ثانيا أنه مجرد محل للكراء اكترنا بثمن غالي، فقررنا أن نأخذ قرضا ونؤدي نفس تقريبا نفس المبلغ لشراء واحد المحلات جدنا مناسبا في الشارع بن عبد الله. هذا سيؤدي اولا الى تسهيل عمليه الموظفين لقربهم من المدينه وقربهم من الترمواي وقربهم من وسائل النقل. ثانيا انا غادي يسهل التحاق المناضلين به لان قرب البرلمان وقرب محطه القطار الى غير ذلك. ثم انه متكون من عماره فيها امكانيات للتوسع اكثر. اكثر من هكا شرينا مقر اخر بقرض كذلك في اكدال، غادي يكون مقر الامانه العامه. إذا مقرين مقر إداري، مقر إداري غيكونوا فيه المكاتب، مكاتب والبعض كثير المؤسسات التي تشتغل داخل الحزب، ومقر الأمانة العامة. نعم، غيكون في توا عمارة ولا لا؟ لا لا، فيلا في أكدال. نعم، وحنايا جمعنا فلوس، شوية الفلوس على المناضلين، إضافة إلى ذلك خذينا قرض كملنا به واشترينا جوج المحلات. يمكننا نعرفوا تقريبا شحال هذا؟ يمكن طلع عليه قسم، يمكن طلع على داك الشيء في قسم الضرائب. صرحنا قسم الضرائب بداك الشيء. هياكم صراحه كل شيء. نعم، قبل ما ندخلوا للشان الداخلي ديال الحزب والمشاكل اللي ربما تتوقف امام العمل ديالو، هو شفنا حزب الاصاله والمعاصره في مناقشه القانون الماليه كان شويه في واجهات متاخره بالنسبة لهذا المشروع، أعطى مقارنات كثيرة ما بين الحكومات اللي شرعات في هذه القوانين المالية واللي خدمتها في الحكومات السابقة، ولكن ما جابش الحزب ديالكم بعض المبادرات، خاصة وحنا تنعيشوا فترة ديال الحجر وديال مشكل. لا، غير غيرنا العمل، طريقة العمل ديالنا. أولا ما استعملناش اللغة ديال القذف والسب والشتم، وفتحنا نقاش حول القضايا اللي تهم المواطنين، التضامن الوطني، قضية مزاولة التضامن الوطني اللي غيرناها، قضية مجموعة الضرائب، أثمنة بعض المواد، وقدمنا مجموعة تاع التعديلات، حوالي أعتقد 100 وشي حاجة ديال التعديلات، وتفاوضنا
مع الأغلبية ومع كذلك المعارضة باش نتوافقوا على بعض التعديلات. وهذه عملية جديدة، لأن كيهمنا اللي كيهمنا هي مصلحة المواطن، ماشي هو نديروا ضجة ونديروا أزمة ونديروا فقط من لا شيء، وخاصة أن الظروف سيئة جدا اقتصادية نتيجة كوفيد. هذا حنا خدينا بعين الاعتبار كذا الشيء، وقلنا من مصلحة الوطن أن نناقشوا الموضوع بواقعية. العكس، كنا حنا إلى في الأمام التغييرات اللي درنا والنقاش اللي كان، فقط كنا موضوعيين وغيرنا اللغة، لم تعد لغة الهجوم الفارغ والقذف والسب وكذا، ولكن حضرنا معنا واحد الجماعات الاقتصاديين الكبار اللي ناقشوا معنا القانون المالي نقطة بنقطة، واللي نقلنا للبرلمان هذاك النقاش، فجودنا الخطاب ديالنا وجودنا الملاحظات ديالنا. إضافة إلى ذلك هو أنه في الأخير وصلنا لبعض التوافقات على بعض النصوص. إلى غير ذلك درنا المقارنات، درنا المقارنات باش نبينوا، لأن الآن كنناقشوا حصيلة الحكومة، معنا برنامجنا يجي الوقت نقدموه للرأي العام، ولكن ماشي الآن. اللي ناقشنا فيه هو أنه باش ناقشوا الحصيلة درنا مقارنات في الخطاب، مقارنة من عهد عبد الرحمن اليوسفي إلى سجدتو إلى عباس الفاسي إلى عبد الكيران إلى السي عثماني، حتى نقارن هذه اللحظة. وقدمنا أرقام اللي حصلنا عليها من هيئة السي الحليمي، أو كذلك اللي حصلنا عليها من بنك المغرب أو وزارة المالية إلى غير ذلك، وكان الخطاب جيد جدا. ودرنا هذه المقارنات باش نبينوا للشعب المغربي مدى تصورنا الحصيلة اللي اعتبرنا أنها حصيلة في 10 سنوات هزيلة بالنسبة لتجربة العباس الفاسي ولا تجربة عبد الرحمن اليوسفي ولا تجربة جطو. وباش نأكدوا على داك الشيء جبنا الأرقام فقط. احنا الآن في المراحل في آخر اجتماع ديال اللجنة المالية فيما يخص القانون المالي، فكان ضروري نناقشوا الحصيلة كذلك، فناقشنا الحصيلة. ولكن هذه أزمة خطيرة لم يعرفها المغرب في تاريخه، يعني كان ربما الفرصة ديالكم يعني جيو باقتراحات. لا دورنا ماشي هو نتواجهوا لأن هناك أزمة، نتواجهوا للخروج من الأزمة. نحن إيجابيين ولسنا فقط كنقلبوا نصفيوا الحسابات ونصفيوا الكلام ونصفيوا أبدا، حنا فقط درنا قراءة نقدية، ويجي الوقت فين غادي نقدموا حتى حنا تصورنا للأشياء. ولكن المرحلة الآن مرحلة كوفيد، مرحلة واحد الوباء، ومرحلة القرقرات. خصنا كذلك، غريب في الأمر أن تصرفات أعداء الوحدة الترابية ارتبطت بكوفيد. لهذا أنا دائما كنفكر بهذه المسألة، هذه كنفكر بأبنائنا اللي في تندوف واللي كيعانيوا من كوفيد، واللي حتى واحد ما عرفش كيعانيوا، حتى واحد ما عرفش شنو هي وضعيتهم، حتى واحد ما عرفش شنو هي نسبة الكوفيد عندهم، حتى واحد ما عرفش كيف طرد العلاج وكذا. لهذا طلبت من الحكومة أكثر من مرة أنها عن طريق الصليب الأحمر الدولي تبعث بالدواء الاخوان ديالنا في تندوف، لذلك ابنائنا راهم جالسين خارج قدرتهم وخارج طاقتهم، لذلك خصنا نتكلفوا بهم كذلك، وخصنا نفكروا فيهم. هذوك ابنائنا راه خصنا نعرفوا هذوك الابناء ديالنا، وخصنا نتعاملوا معهم بهذا المنطق. ولكن الحزب ديالكم علاش ما دارش مبادرات حمله دوليه يمشي للامم المتحده؟ لان الاوروبي تنديروا اتصالات بالهاتف، لان كوفيد ما سمحش لنا باش نتحركوا على مستوى العالم، ولكن تنديروا اتصالات على مستوى الهاتف. انا اليوم فقط عندي اتصال هاتفي مع مجموعه من القيادات السياسيه الاحزاب السياسيه في الخارج، ولكن باش نتحركوا صعيب الان مع كوفيد، تحتاجوا الى انه نخرجوا من كوفيد، او فقط غنديروا التلقيح وغادي سنتحرك. عندنا برنامج وهيئناه قبل كوفيد وسنستمر فيه، ولكن كما قلت لك رغم ذلك انا افكر في ابنائي في تندوف ماذا يعانون تحت الاهمال واللامبالاه ديال المسؤولين ديال البوليزاريو، وتاكد بانه الفقراء والشباب والضعفاء اللي موجودين في تندوف هم الذين يعانون، اما الاخرون في فيلات في الجزائر العاصمه او في اسبانيا او في المانيا، وترك الابناء ديال الوطن ديالنا في يعانون من كوفيد. نرجع للحزب والشان ديالو، هناك ازمه ربما يعرفها حزب الاصل. ماذا الرغبات باش تقلبوا على الازمات واخا ما كاينه فين ما بغيتوا؟ لا ولكن كيطالبوا، كاين هناك ناس من المناضلين تيطالبوا. واش لا هو المشكل جاوب جماعه طالبوا كيطلبوا مجلس وطني؟ سيدي مرحبا، فقط يكون الاساس قانون. طبعا انا مستعد وغندير مجلس وطني في اقرب الاجل. كيفاش ولكن اقرب الاجل؟ وانتم دائما تقولوا مادام كاين الحجر وما كاين المشكل ديال الكوفيد. كاين جوج المواضيع، اولا صعب عليا باش نديروا حضوريا، صعيب لان مساله كوفيد ومسكت كذا. كاينه جوج نقاشات الان، نقاش تيقول نديروا التلقيح ونمشيو نديروا المجلس الوطني ديالنا، بقى التلقيح اسبوعين ولا ثلاثه ونديروا. مجموعة أخرى كتقول لا نديرو فيرتويال عن طريق الوسائل، وكان عندنا قضايا كبرى، وعندنا مثلا انتخاب مكتب سياسي بالتصويت باليد، كيفاش غادي نحسبوها؟ عندنا مجموعة تاع القضايا اللي غادي تطرح النقاش، وأنا ما عنديش مشكل في هذا، تأكد بأن ما عنديش مشكل. توصلت بالرسالة ديال بعض أعضاء المجلس الوطني ودرت لها دراسة،
السيد رئيس المجلس الوطني دار لها دراسه مع الطاقم التقني ديالها، وبلغتني بالامس بانه اعضاء المجلس الوطني كاين 25 عضو في هذاك الشيء اللائحه كلها ديال 1600 ولا 1300. كيفاش 25؟ 25 عضو المجلس الوطني اللي كاين في ديك اللائحه، وفي اربعه هاد هادو اللي تي الذين يعارضون الخطه ديالك. ما عرفوش من الخطه ديال عرضو هذوك، هذوك كيعرضوا هما اللي 25. شوف حينما يكون هناك تسييد للجهل ممكن يكون اي حاجه. واش دابا مستعد باش دير؟ طبعا مستعد باش دير المجلس الوطني، عندي مشكل. ممكن تعطينا شي تاريخ؟ طبعا باش نشرح لك، لست انا الذي استدعي المجلس الوطني، الرئيسة المجلس الوطني التي تستدعي المجلس الوطني وجه لها هذا السؤال. ونحن الان بالامس فقط كان عندنا اجتماع وناقشت معنا الموضوع، وهي جات بفكرة اصلا ان غادير المجلس الوطني في اختيار مادام الشطار ديال الوباء، وراه كنهيئوا الاسابيع المقبله، ولكن رغم ذلك عندنا رساله رسميه توصلنا بها خصنا نجاوبوا عليها، لان جات من اعضاء المجلس الوطني، منهم اعضاء المجلس الوطني، وحنا مسؤولين هذوك اعضاء المجلس الوطني خصنا نجاوبوا عليها. غير فقط بغينا نتاكدوا من الاسماء، تاكدنا من 25 عضو في المجلس الوطني، توصلنا بواحد خمسه ولا سته د الرسائل تتنكروا تنكروا هذيك الرساله تقول حنا ما عمرنا وقعنا عليها وزادت الاسماء ديالنا تما، ولقينا واحد مجموعه ديال الناس لا علاقه لهم بالحزب واسماء مستعاره. لا سمحتي غدينا الطرف على هذا الشيء، ما ندخلش في هذا الشيء، واش اسماء مستعاره ماشي اسماء مستعاره، انا ما تيهمنيش هذه عمليه، ولكن انا مسؤول تجاه المناطق وما عنديش جدول الاعمال، ما طلبوشني جدول الاعمال اكثر من هكا. الرساله توجد فيها ما موقع فيها حتى واحد، الان انا بغيت نجاوب كنقلب شكون اللي موقع باش نجاوب. واش دابا تشوف القيمه ديال هاد الناس اللي طالبوا بالمجلس الوطني او لا ضروري؟ لا لا مصدريا خصها تكون مصدريا. انا الان سيد رئيس المجلس الوطني بغيت نجاوب لك وجه هذيك الرساله باش تجاوب وتقول له احنا ما عندنا مانع وغادي نحل الموضوع على المكتب السياسي، ما تناقش الموضوع ولا تناقش. نعم. ولكن نريد من وقع على الرساله باش نجاوبوه. دابا جات واحد الرساله توصلنا بها، احنا توصلنا بها من ناحيه، جات رساله خصنا توصلوا بها، توصلنا بها من ناحيه رجع لها ما لقينا موقع فيها حتى واحد، ما عرفناش دوك الناس الاسماء اللي كاين الاسماء ديالهم تما واش موقعين ولا ماشي موقعين، دوك 25 عضو مجلس الوطني واش موقعين ماشي موقعين، ثانيا كاين جوج الناس قدموا استقالتهم وجاو كيوقعوا، ما عرفناهم علاش جاو كيوقعوا، وانا عندي استقاله رسميه ديالهم. وكاينه مساله اخرى هو انه هاد الناس هادو خصنا معاهم نتخاطبوا. نعم. توازنا في هذه القضيه هذه، هناك المشكل ديال ابو ضرار ربح في المحكمه الابتدائيه، شنو هو ربح عندكم من الناحيه القانونيه؟ لا انت اللي تنسول شنو هو ربح؟ لا غير حددوا الكلمات باش يمكن لي نجاوبك. ما كاينش في القانون شي حاجه سميتها ربح. كيف القانون ان القاضي يعتبر ان الوضعيه اللي كان فيها هي القاضي قال بان السبب في ذلك هو عدم توفر على محضرين ينص على هاد الانتخاب، هذه وجهه نظر. هذه وجهه نظر، لان المحضر القانون الذي يعتمد عليه ليس هو محضر الجمعيه، وهو محضر الجلسه العامه للبرلمان، هذه مؤسسه، هذه مؤسسه ديال الدوله، والمحضر الذي يعلن فيه عن اسم رئيس الفريق هو الذي يعتد به وليس محضر اي محضر اخر، والا اصبحنا امام وضعيه غير سليمه قانونا. لذلك هذا احنا نمشيو للاستئناف. كاين هناك تزوير ديال الامضاءات، ما شفتهاش التزوير هذا، راه المشكل محدك. لا 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 الحين المشكله من حيث يكون عندك شي واحد كيوقع وينكر التوقيع ديالو او كيبعث لك واتساب تقول لك انا موافق وكيجي كينكرو، على كل هذه اخلاق انا كنعرفها. راه ما كاينش اكثر اخطر من ان هناك نقاش والخلاف السياسي يكون الصراع ويرتفع المستوى، ما عندي مشكل، ولكن من حيث تكون شي سيده تمارس الزندقه السياسيه وتولي الريع لا اخلاقي هو اللي كيوصلها. ما تخافوش على ان بعض العناصر بعض المناضلين يمشيوا لاحزاب اخرى؟ لا ما عندي مشكل، اللي بغى يمشي اللي بغى يمشي ارض الله واسعه اللي يمشي الله يعاونه، ولا يبقى معنا احنا غيبقى معنا وغادي يشتغل معنا. ونقول لك واحد القضيه، الفاشلون هم الذين يرحلون والذين كانوا يستفادون من ريع سابق هم اللي كيرحلوا، اما المناضل الحقيقيين راه باقيين وجالسين، وبعض القطط السمينه اللي استفادوا. هادو تيعاتبوا في واحد القضيه تيقول لك طلبتي من حزب العداله والتنميه اعتذار. قدمت اعتذار كل شيء الاحزاب، قدمت طلب الاعتذار للشعب المغربي، من حتى نجي كحزب وكنرشح واحد مدان في جرائم اختلاس اموال عموميه، ما خصنيش نعتذر للشعب المغربي؟ من حيث كنجي كحزب وكان مسؤول مجموعه الممارسات مع الاحزاب، ماشي كان ولكن مشيتي بواحد انا قناعتي كدير واحد القفزات كبيره. انا النقد الذاتي من اخلاقي اولا، طلعتي الرئاسه ديال الحزب، انا النقد الذاتي من اخلاقي اولا. ثانيا باش نقول لك راه تقديم الاعتذار راه نوع من احساس بالقوه ونوع من احساس بالنزاهه ونوع احساس بالثقه بالنفس. غادي نرجعوا لها من بعد. اللي بغينا ندوزوا دابا الانتخابات المقبله ديال 2021 بالنسبه للمعارضه، دابا انتوما معارضه ثلاثه اتفقتي باش تمشيو في نفس القطار،
شنو اخر مستجدات ديالكم مع اولا القوانين؟ لا اولا اجتمعنا ما خديناش موقف من القوانين، باقي نقاش كاين عندنا خلاف بيننا كمعارضه وخلاف مع الاغلبيه كذلك، لان كنعتبروا بان القاسم الانتخابي حنا متضررين فيه كحزب وسنستهدف. ولكن قبلتيه؟ ما قبلناش لحد الان، ما كاين خلاف داخل الحزب حوله، وهذه مساله تقديرات وتحليلات، كل واحد عنده تقدير وتحليل للموضوع، وانا عندي تقدير وتحليل للموضوع لانني اؤمن بانه القاسم الانتخابي سيسمح للاحزاب الوطنيه الاخرى بالتمثيليه داخل البرلمان، وسيكون هناك نقاش على ان نقاش والاراء مختلفه على ان يهيمن حزبين فقط على المشهد السياسي، وهذا انا ضده لانها تمس بالديمقراطيه، خص التعدديه السياسيه تكون واسعه، ما درنا الاختيار منذ السبعينات. وكان راي اخر كيقول لك انا هذا النقاش هذا ما تيهمنيش، انا كيهمني نحصل على النتائج، وبناء عليه انا ضد هذه المساله هذه. فهذا هو النقاش اللي بيناتنا ما قدرناش نحسموه. في الاخر جاء اقتراح من عند واحد القوه ثالثه داخل الحزب كتقول بما ان الناس مازال ما قدموا التصور القانوني، وبما ان عندهم مجموعه ديال القوانين المطروحه، اوكي ننتظرهم حتى يجيبوا لنا هذا، يجيبوا هذا الشيء وغادي نناقشوا ونديروا التقييم بشكل عام. دابا السؤال، هل في السياسه يجب ان نقيم ما هي مصلحتنا الذاتيه كحزب؟ أن نقيم ما هي مصلحة الديمقراطية كاختيار وكتاريخ؟ نحن نعلن دائما تضحيتنا لهذا البلد، تكون نرجو أنه نضحيوا كذلك. ولو تضحيوا أنا بالنسبة لي ما عندي مشكل، أنا اللي تيهمني هو نضحيوا بمقاعد، غادي نمشيو لكم نضحيوا بمقاعد، أنا ما عندي مشكل، لأن كتهمني هي الديمقراطية والأحزاب الأخرى تكون متبعة. إذا أنا لا يمكن أنا شخصيا كنهضر معك، أما الحزب مازال ما خدا قرار، حيت ياخذ الحزب قرار نبلغك به، الحزب عنده الأجهزة ديال ياخذ القرار. ولكن كيبان هو أنت هو القرار. لا 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 لا، لو كان أنا هو القرار كون خرجت وراه ما خلاونيش، قالوا لك لا ما التصور ما متفقينش فيه. ولكن أجي نقول لك، واش كتظن بان حزب البرلمان بعد التجربه الديمقراطيه كلها ما يكونش فاتح الاشتراكيه؟ اسمح لي، ما يكونش فاتح الاشتراكيه، ما يكونش فاتح التقدمات الاشتراكيه، ما يكونش فاتح الحركه الشعبيه، كيفاش؟ ما يكونش فاتح التحدي الدستوري، ونجيو حنا بجوج نهيمنوا ونديروا حكومه حنا مشتركه ومعنا معارضه؟ ارجوكم لا 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 لا، وضحتي دابا صافي جرأه باش تكون عندنا الديمقراطيه في البلد. راسي تينا لوطورود، فهمنا؟ انا فهمت. دابا بغيناك تاكد لنا حول واحد ثلاثه ديال النقاط اللي ربما تحسمات في مع نعم، كديروا مع وزاره الداخليه ان ما كتحاوروش مع وزير الداخليه، أو لا حنا كتحاوروا مع الحكومه من خلال وزير الداخليه. تماما ان يوم الاقتراع غادي يكون فيه ثلاثه الاقتراعات وفي يوم واحد، يوم واحد لان كوفيد، لانه كوفيد والوضعيه الماليه والوضعيه الاقتصاديه. نعم. البلديه وشنو الاخر؟ البلديه والجهه والبرلمان التشريعي. تشريعي دونك الجهوية والتشريعي واللائحة الوطنية. نعم، واللائحة الوطنية حتى هي اتفقتي ديال الشباب. لا لا لا، تلغات تاع الشباب ألغيت ولات جهوية. لا ولات جهوية، وفيها والعدد اللي كان للشباب تحول إلى النساء بديك 30 ولات دابا 90 عند النساء، وغتقسم إلى جهوية حسب عدد السكان ولا حسب ما عرفت شنا هي القوانين. نعم. اللي غديرها يوم الاقتراع ما بقاش يوم الجمعة. لا نقاش كاع ما كان، فقد جا شي واحد قالها وحنا ما عندناش كان جمعه ولا غير الجمعه، كاع ما طرح عندناش. لا ولكن بعض الاحزاب تتقول هذا تحسم فيه، واش انتم لا غير باش نعطيو نخليو الانتخابات لها ذلك الصوره المدنيه، قلنا وخاصه يوم الجمعه كيكون صلاه الجمعه وكيخرجوا الرؤساء من المكاتب. لا السياسه خفيها الوضوح، سيرنا الوضوح، قول لي هي ولا لا. واش هذا النهار حنا في الحزب، حنا في الحزب ما قدمناش فيها اقتراح، المعارضه جاب الاقتراح. شنو تظن انت؟ الاربع درنا الاربع حنا صافي. هذا هو دابا بغينا على الا يكون يوم عطله. ايه ما يكونش دابا، الى قدرنا كانت الانتخابات اليوم او غدا، اعطينا الترتيب ديال الاحزاب اللي غادي تفوز. ما تسمع مني، لانه لا يمكنني ان اتكهن وانجم على الشعب المغربي. الشعب المغربي هو صاحب القرار، وحده يدير اللي بغى. لا ولكن ما تديروا لها دراسه، عندنا دراسه ولكن كلها احتمالات. غادي نهبكوك بحال غير مقدمين. لا لا حنا ما تنتقدموش. لا قول، مازال ما عنديش الارقام باش نعطيهم لك، حيت يكون عندي نعطيهم لك، انا عيطت لك انت الاول نعطيهم لك. ما عندكش تقدير ولو شخصي؟ ما عنديش تقدير، حنا كنسعوا للمواقع الاولى ولكن ما عندناش ارقام. اذا الحزب قضى في وضعيه في انتخابات، واش يمكن له يدير مع حزب العداله والتنميه يدير واحد؟ طبعا لاليونس. كل مره تجي صحفي كيسولني هذا السؤال، يخيفكم هذا السؤال، انا نجيبكم. لا لا لا، حيك لا تسالوه، لا تسالوه مره اخرى، ليس لي هناك خط احمر مع اي حزب، انتهى الموضوع. بما فيه العداله والتنميه، بما فيه العداله التجمع الوطني الاحرار، والتجمع الوطني الاحرار نشوفوا انا ذاك شنو هي وضعيته،
وصلنا للاخير الحوار. تفضل. غادي نعطيك تكلم لي على جوج شخصيات. الياس العماري. الياس العماري امين عام الحزب، رحل ولكن بدا يعود. كيفاش؟ طلبت رأيي أعطيته لك. بدأ يعود بطرق ملتوية، ولحد الآن أنا أحترم نفسي. ابن كيران. صديق، أمين عام، رئيس حكومة، زعيم سياسي، أقدره كثيرا ولي به علاقة خاصة. باقي تتلقى؟ باستمرار، كنمشي نزوره باستمرار، ونتكلم كثيرا ونضحك كثيرا ونتبادل النكت كثيرا. الرجل جميل المعشر، رفيق مريح في الحوار، نختلف في كثير من الأشياء ولكن نلتقي إنسانيا. نعم، شنو الكتاب اللي تقرأ حاليا؟ الموت الصغير لحسن علوان، هذه رواية هداها لي واحد الصديق. كثير من الأصدقاء يهدون روايات وكتب باش نقرأها. شنو الاستخلاص اللي خليتي من هذا الكتاب هذا كعبرة؟ على أن السياسة نزاهة أولا وأخلاق ومواجهة وجرأة ووضوح، وليس الاختفاء في الفنادق وفي بعض المقاهي للتآمر. سيد لطف وهبي، شكرا على هذا الحوار. مشاهدي لو 360 انتهت الحلقة ديالنا، وإلى موعد آخر.